وصلنا معكم مشاهدين الكرام في إلى جولة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا نهيبة حسين، شكرا مصطفى نزار، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الصناديق السيادية تعتبر إحدى أدوات التمويل المبتكر سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الفوائد المالية للأجيال القادمة. جاء ذلك في الفيديو الذي نشره المركز بعنوان الصناديق السيادية، يسلط فيه الضوء على تاريخ نشأة الصناديق السيادية، وأوضح أن الصناديق السيادية تتأسس لتحقيق ثلاثة أهداف، منها تحقيق الاستقرار وحماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم تصنيفها وفقا لمصادر التمويل إلى صناديق تمثل المواد الأولية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، وصناديق تعتمد على عوائد تطبيق برنامج الخصخصة وحصيلة بيع الممتلكات العامة مثل صندوق مصر السيادية. تعقد بورصة السلع ثاني جلستها بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا. كانت الهيئة العامة للسلع التموينية وخلال أولى جلسات البورصة السلعية قد قامت بطرح 12,000 طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9,750 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وتم تنفيذ 18 عملية شراء بالفعل. وأوضحت أن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع بلغ نحو 28 طلبا. وإلى سوق المال، حيث أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3,100,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 852,885,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 71% ليغلق عند مستوى 12,917 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 2,549 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 25% ليغلق عند مستوى 3,686 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبنت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 24 جنيه و53 قرش للشراء و24 جنيه و61 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 25 جنيه و68 قرشا للشراء و25 جنيه و78 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 29 جنيه و66 قرشا للشراء و29 جنيه و77 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي نحو 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و70 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 6 جنيهات و52 قرشا للشراء و6 جنيهات و55 قرشا للبيع. في أسواق المعادن، النفيسة، تراجعت أسعار الذهب عند 1745 دولار للأوقية. محليا، تراجعت أسعار الذهب 20 جنيه ليسجل عيار الذهب 18 نحو 1268 جنيه. بالنسبة لعيار 21، فقد سجل نحو 1480 جنيه. أما عن عيار 24، فسجل نحو 1691 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 11840 جنيه. في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط مع انخفاض السيولة بالسوق وسط قلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي. وارتفعت أسعار الوقود الأجلة لمزيج برنت بنسبة 5% لتبلغ نحو 84 دولار و92 سنت للبرميل. تراجعت الوقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 4% لتسجل نحو 77 دولار و54 سنت للبرميل. انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة
1.2% لتصل إلى 3 دولارات و18 سنت للتر. كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.7% لتسجل نحو 7 دولارات وسنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع الدولار تراجعا حادا أمام الين اللبناني مع تركيز المستثمرين على احتجاجات في الصين دفعت اليوان إلى أقل مستوى في أسبوعين. هذا واندلعت احتجاجات مناهضة لقيود مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء الصين وامتدت إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط 10 قتلى في أوروميتشي بأقصى غرب البلاد. ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد. كما تراجع الدولار أمام اليورو الذي ارتفع في أحدث تداولاته بنسبة 69% إلى $1.04 ليبقى حول أعلى مستوياته منذ أواخر يونيو الماضي. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة مصطفى لاستكمال ما تبقى من السادسة. أشكرك فاطمة.